دقيقة واحدة فقط هي مدة ثاني جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية التحريض على قتل متظاهري الاتحادية عام 2012، قضية تعذر حضور مرسي فيها لظروف الطقس حسب ما أعلنت السلطات المصرية. تأجلت الدعوة لجلسة 1/2 بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لعدم حضور المتهم لسوء الرئيس محمد مرسي لسوء الأحوال الجوية. لكن بعضا ممن حضروا الجلسة قالوا إن هيئة المحكمة نما إلى علمها وجود محاولة لعرقلة سير القضية فلجأت إلى التأجيل. كان هناك نية لدى هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة، وكانت المحكمة من أجهزة الأمن تعلم تلك النية فلم تمكنهم من الإطالة ورفعت الجلسة فورا وانصرفت من قاعة المحكمة. عقب انتهاء المحكمة المتهمون داخل القفص المحبوسين عقدوا مؤتمر صحفي أعلنوا فيه إضرابهم عن التعامل. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. بعض مؤيدي مرسي جاءوا عقب الجلسة لرفض محاكمته والتمسك ببراءته. نرفض المحاكمة لأن مش هي دي المحكمة المختصة بيه. المحكمة معروف قانونا كان ثلثين مجلس الشعب كما أعلم، ثلثين مجلس الشعب هم اللي قدموا لمحاكمتهم وفقا للدستور اللي هم انقلبوا عليه. آخرون ذهبوا إلى أن محاكمة مرسي هي جزء من محاولة إجهاض متعمدة لمكتسبات ثورة 25 من يناير عام 2011. أما مؤيد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي فأحرقوا إشارات رابعة العدوية وطلبوا بتوقيع أقصى العقوبة بحق مرسي وباقي قيادة جماعة الإخوان. ده سيادة المشير، ده هيبقى رئيس مصر إن شاء الله وجبل مصر، وإحنا وراك يا سيادة الفريق، وإحنا معاك في كل حاجة وراك، وهننزل نقول نعم إن شاء الله نعم. ووقعت اشتباكات في ضاحية مدينة نصر على مقربة من مقر المحاكمة بين قوات الأمن ومؤيد الرئيس المعزول الذين طاردت الشرطة المصرية من جاء منهم لمتابعة القضية أمام أكاديمية الشرطة واعتقلت عددا منهم. الاتهام في قضية قتل متظاهري الاتحادية عام 2012 ليس الاتهام الوحيد الذي ينتظر الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي قيادات الجماعة، فهناك قضايا أخرى منها قضية الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع جهات أجنبية والتي ستنظر في 28 من الشهر الجاري. مسلم قنديل، الحرة، القاهرة.